امبارح تابعتوا اكيد بعد الاخبار حلقه جديده من ما في مثله مع نجوم الكوميديا بلبنان، وقضينا اكيد وقت مسلي. اما بعد حوالي الساعه 9 ونص كنا مع حلقتين متتاليتين مثل كل يوم خميس من سرايا عابدين. امبارح الخديوي اسماعيل بعد علاقته يلي كانت عم تتطور مع الجاري شمس هرب هو وياها متنكرين، ولكن لما الملكي خشيار رح تعرف بالموضوع أو عرفت بالموضوع كان نصيب شمس السم القاتل. خلينا نشوف أجواء الحلقة 15 و16 من سرايا عابدين. تصبح على خير سموك. وانت من أهل وشوشر لي خير. يا لهذا الخديوي تقدر تنصرف يا خير. أنا كنت جاي عشان أقول لك برافو يا توفيق، كنت كويس في السباق النهاردة. شكرا جلالتك. هو ده الطقم اللي كنت لابسه النهاردة؟ أيوة. ده حلو جدا عليك، حبيته. جلالة الخديوي شمس، شمس شمس قومي، دي جلالة الخديوي. هي شربت ولا أكلت حاجة؟ مش عارف. شربت مية، شربت مية. مية من العسكري اللي كان واقف هنا. أي عسكري؟ شمس قومي. شمس 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 لا شمس! هربت من الموت، ما كانتش عارفة ان الموت مستنيها. بقية في حياة جلالتك يا مولانا. خد الفلوس دي يا شيخ بسطاوي، فرقها على روح شمس قديم. ربنا يجعله في ميزان حسنات سموه. جلالتك لازم ترتاح شوية بعد الحادثة الأليمة اللي حصلت امبارح. عارف إسماعيل، حاسس زي ما أكون دفنت قلبي معاها.
شمس فرجتني على حياة ما كنتش أعرفها، واللي بيألمني دلوقتي أني ما قدرتش أفرجها على حياة كان لازم تشوفها معايا. خطفها مني الموت على غفلة. يعني حدثين كتير قوية على الخديوي وإسماعيل مبارح بهالحلقتين، بين وفاة شمس مسمومة وبين الأمير توفيق اللي هل رح يقتنع الخديوي إنه عم يحاول يقتل خيه. أكيد الأسبوع القادم رح نشوف تطورات حلقات جديدة. أما هلأ رح ننتقل لعند إليفي تكنولوجي.